صعبة علينا، منعاني من مشكلة أجار البيت. يعني ما من لما يصير 15 شهر بنصير نفكر كيف بدنا ندفع أجار البيت. وسبحان الله شوي العيشة غالية، هو الغلا كله، وفيش يعني دخل نهائي. يعني هو أجر بيت، ولا هو كهرباء، ولا هو مية، ولا هو التزامات الأطفال، ولا هو مرض، ولا هو شو بدي يعمل. يعني راتب 200 دينار، شو بدي يعمل؟ خلينا نقول 200 دينار كشهري.